عن ديناميكيات جيل الإجماع. تفضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. I would like to start by praising رحمته تعالى وبركاته. قبل أن ألج في هذه الورقة، أود أن أقص عليكم حادثة وقعت لي في الليلة الماضية. استيقظت في جوف الليل، وقد كنت أعددت ورقة عن الإجماع، ثم تذكرت في تلك اللحظة أن الملايين من الأطفال في تلك اللحظة كانوا يئنون تحت وطأة القنابل، تحت وطأة الجوع، تحت وطأة الجهل، فتألمت كثيرا. ثم بعد ذلك أحسست بأنني وبأننا جميعا سنلتقي عند الله سبحانه وتعالى، وبأن أمثال هؤلاء سيكونون لنا خصيما عند الله سبحانه وتعالى. ثم سألت نفسي، هذا الجيل الذي أوصلناه إلى هذا المقام هل سيكون هو جيل الإجماع؟ ثم تذكرت هذه الصورة التي بين أيديكم ترونها لطفل يبكي. سنة 1979 في مجلة الرشحة أعطي للأستاذ هذه الصورة لهذا الطفل، فوضع عليها تعليقا قال: لا تبكي يا ولدي، سنمسح عنك دموعك إن شاء الله. لا تبكي يا ولدي، سنمسح عنك دموعك إن شاء الله. لكن في هذه الكلمة مفرق الموضوع وإشكالية الموضوع. هو لم يتوقف عند الكلمة، ولا عند الخطاب، ولا عند المقال، ولا عند الموسوعة، وإنما ونحن في سنة 2013 وصل الذين يمسحون دموع الأطفال إلى 170 دولة في العالم. لذلك أقول والله أعلم إن إجماع المستقبل سيحققه الرماة، ورماة هذه الأمة هم الذين يقفون في صف تربية الأطفال والأبناء والبنات على هدى من الله ورسوله. إن إجماع المستقبل سيحققه هؤلاء الرماة. ثم فكرة ثانية، هو أن الأخذ دائما يشتت، الانتخابات تشتت، الحظوظ تشتت، المناصب تشتت، أما العطاء فيجمع. ولذلك كانت فكرة الخدمة وهي العطاء تجمع، وها نحن قد اجتمعنا، العطاء يجمع والأخذ يشتت، فلنسعى إلى العطاء. إذن من هذا المدخل أحاول أن أعالج فكرة جيل الإجماع، نحو جيل الإجماع. هو حلم مشروع، إذا رعينا بذرته، إذا سقيناه، إذا نزعنا منه الأعشاب الضارة، فإنه بحول الله تعالى سينبت، سيكون هنالك بعد أمد جيل للإجماع. وقد قسمت هذه الكلمة إلى جملة من الإشعاعات أو الشعاعات. أقول هذا الحلم كان ولا يزال يراود الشعراء والكتاب والعلماء، وأستشهد في ذلك بالشاعر الفذ محمد عاكف أرصوي. هذا الشاعر الذي كان يحلم بجيل للإجماع، وها هو هذا الحلم بدأ يتحقق. يستهل نشيده نشيد الاستقلال بسبب وشرط أساس في تحقيق الإجماع، ألا وهو أن ننبذ الخوف، أن لا نخاف. ولذلك يقول: لا تخف، لن يخمد اللواء القاني الخفاق في هذه الأشفاق،
ما لم تخمد النار المتقدة في موقد في وطني وتخفت به الأرماق، وها نحن اليوم نشهد هذا الخير. ثم بعد ذلك يضع شروطا أخرى، والمقام ليس مقام ذكر كل القصيدة، فيقول: حذاري أخي أن تسمح للأنذال بوطئ هذا الأديم، اجعل صدرك عائقا وأوقف العدوان الأثيم، سيبزغن فجر يوم مشرق بشر به الرحمن الرحيم. غدا قبل غد ومن بذلك عليم، وها قد أشرق هذا اليوم. أما شاعر الثورة مجدي زكريا فيقول في قصيدة متمثلا جيلا جديدا يسميه جيل صلاح الدين. وما أدراك ما صلاح الدين؟ أمة تنتظر صلاح الدين. يقول: سر إلى الميدان مأمول الخطى، وتطوع في صفوف الجيش ثائر، أنت جندي بساحات الفدا، وأنا في ثورة التحرير شاعر، زغردي يا أمة وافتخري، فابنك الشهم فدائي مغامر. كن شواظا وتنزل كالقضى، وتفجر فوق هامات الجبابر، صلواتي لك والله معك، سوف ألقاك بأعياد البشائر. وها نحن اليوم نعيش أعياد البشائر. الشعاع الثاني من بديع الزمان النورسي رحمه الله، ذلكم العبقري الجامع لمعاني الحكمة والدهاء، الذي أعطى كل طاقته وأحرق بياض ليله ونهاره من أجل شباب وجيل للإجماع، وقد كان لهذه الأمة وللأمة الإسلامية قاطبة، ذلكم الخيط الذهبي الذي لولاه لتقطعت أوصال هذه الأمة، وها نحن اليوم نشهد بإذن الله تعالى يوما جديدا. سادتي، في تقديري أننا اليوم ونحن نعد جيل الإجماع لم نعطي هذا الرجل حقه ومستحقه، ظلمناه ولا نزال نظلمه. ودليلي على ذلك: ابحثوا في برامج التربية والتعليم في مدارسنا، هل تعتمد فكره؟ هل تعتمد روحه؟ هل تعتمد ترياقه؟ أم أنها أدارت الدهر له؟ لا أعرف. ابحثوا، اسألوا، ابحثوا في الجامعات، في أقسام الأدب، علم الاجتماع، الشرعيات، ابحثوا عن بديع الزمان في هذه الأقسام، في جامعات تركيا، في جامعات العالم العربي، في كل الجامعات. هل ثمة بديع الزمان النورسي؟ أم أنه يحارب في تلك الديار؟ أعتقد بأننا ما دون نحاربه هنالك فإنه لن يكون جيل للإجماع. هذا الرجل الفذ كتب رسالة مرشد الشباب، كتب رسالة الإخلاص، كتب رسالة الأخوة، كتب رسالة أخرى أو خطب خطبة أخرى في الجامع الأموي تحت عنوان الخطبة الشامية، فرج الله عن شامنا ويمننا وعن شمالنا ويميننا، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج. في هذه الخطبة يصف لنا الأسباب التي جعلتنا بعبارته نقف على أعتاب القرون الوسطى في الوقت الذي طار فيه الآخرون نحو المستقبل. هذا وصف النورسي، جعلتنا نقف على أعتاب القرون الوسطى بينما طار الآخرون نحو المستقبل، فيحدد الأسباب في الآتي: ستة أسباب. أولاً اليأس، ثانياً موت الصدق
ثالثا حب العداوة، ليس العداوة، حب العداوة. رابعا الجهل بروابط الأخوة. خامسا سريان منطق الاستبداد فينا. سادسا حصر الهمة في المنفعة الشخصية. ثم بعد ذلك يصف الدواء والترياق لمن أراد أن يتداوى، ولكن الذي لا يريد أن يتداوى سيرمي بالدواء أرضا ولن يشفى. فوصف هذا الدواء في مراحل. أولا وقبل كل شيء الرجاء وشدة الاعتماد على الله تعالى. ثانيا اجتثاث اليأس من صميم قلوبنا. ثالثا تحري الصدق في كل شيء. رابعا محاربة السيئات وبث الحسنات بين الناس جميعا وبين الشباب بالخصوص، لأننا لن نحقق إجماعا بشباب يجترح السيئات، لن نحقق إجماعا بشباب يجترح السيئات، ولن نبني صدورا بلبنات مهترئة. رابعا أو خامسا الشورى. سادسا وهي الأهم، لعلها من الأهم لنا في هذا الوقت، المحبة. المحبة إخوتي، وفيها يقول فارسها المقدام بديع الزمان: إن أجدر شيء بالمحبة هو المحبة نفسها، وإن أجدر صفة بالخصومة هي الخصومة نفسها. ثم بعد ذلك يعلنها مدوية لنا ويقول: لقد انتهى عهد العداوة والخصام. ويقولها بعد ذلك صريحة: نحن فدائيو المحبة، لا وقت لدينا للخصومة. قولوها جميعا: نحن فدائيو المحبة، لا وقت لدينا للخصومة. اليوم سادتي ونحن في مؤتمر للمحبة والإجماع، والأمة من مشرقها إلى مغربها تفور وتمور، ألا يليق بنا أن ننبري فرادى وجماعات لزرع بذرة المحبة والأمان والصفاء في القلوب بكل ما أوتينا من طاقة وقوة ومن علم وفهم ومن إحساس وشعور، بل من نفس ومال؟ ألا فلنوقف نزيف الزمن الأحمر والأزرق والأسود والبني، ولنعلن بداية الزمن الأبيض الناصع الشفاف. وإن لم نفعل ولا أخلنا إلا فاعلين، فما معنى الكلام عن الإجماع؟ وما معنى الحديث عن الاجتماع؟ وما هو الغرض المرجو من معالجة الوعي الجمعي؟ الشعاع الثالث شعاع ورثة الأرض. جيل الإحياء ورثة الأرض، جيل الفجر الجديد، الجيل العزوم، إلى غيره من المصطلحات، كلها صيغ ومفاهيم ذات ألوان بديعة، كل لون يأخذ مكانه في زخرفة القماش الزاهي لأمتنا. نحتها الأستاذ فتح الله بولن بمكوك مهجته وروحه. أيها السادة الكرام، إن الأستاذ فتح الله لو لم يقدم لهذا الوطن ولهذه الأمة بل للبشرية جمعاء شيئاً، إلا أنه أحيا روح التفاؤل في أركان ضمائرها الشاكية الباكية، وغرس بذور الأمل في سفوح القلوب القحلة المحلة، وأحيا موات العقول المترجرجة المرتجفة. لو لم يكن له من دور إلا ذاك، لحق لنا أن نعتبره مجددا وقائدا ومرشدا خريتا. فكيف به وقد وضع يده على العجين ولطخ أرجله بوحل وطين، واقتحم عقبة الواقع بحلوه ومره، فكان رائداً لآلاف
من شباب هم الآن يستمعون إلينا، وأعتقد أنهم يعظوننا ولا نستطيع أن نعظهم. شباب هاجروا أوطانهم إلى أقاصي الدنيا ليعلموا الناس حرفاً وآية وكلمة وخلقاً، هؤلاء الذين سيصنعون بإذن الله جيل الإجماع. الأستاذ فتح الله أكوان يحدد شروط تحقيق هذا الجيل في خطوات هي: أولاً الإيمان الكامل، ثانياً الاتصاف بمعنى العشق الذي هو إكسير للحياة في الانبعاث من جديد. سادتي، يبدو أن الحب والعشق وحب بعضنا البعض قد نفذت بضاعته في قلوبنا، ولذلك نحن نتألم ونبكي وعندما نشاهد ذلك الصوت الأشج عندما يقول للناس: نحن قد كبلنا أيدينا عن السلاح وقررنا على أن نفتح القلوب، فقط أن نفتح القلوب، هذه مهمتنا فوق الأرض، فلنفتح القلوب. ثالثاً، توجيه الجميع إلى العلم بميزان العقل والمنطق والشعور، ذلك أن الجهل والجهالة يفرقان ويشتتان، وأن المعرفة والعرفان صفتان توحدان وتجمعان. خامساً، إحلال الشخصية المعنوية والتشاور والشعور الجمعي محل الدهاء والخديعة والمصلحة الشخصية. سادساً، النظر إلى الفترات الصعبة، فترات المخاضص العسير مثل هذه الفترة التي نعيش فيها، لا بمنطق التهويل وسيكولوجية الجماهير، لكن بمنطق التعقل والتمحيص والتثبت والتروي وملاحظة الحاضر والمستقبل معا في التقدير وفي التدبير. هذه هي الخطوات التي بها نصنع جيل الإجماع. ثم الشعاع الرابع هو شعاع الفجر الجديد. العالم اليوم يشهد انقلابا مريعا، ويجب على المسلمين أن يكونوا للعالم صمام أمان وخزان للقيم، لأنهم إذا لم يكونوا فإن العالم لن يجد إلى من يلوذ، فيجب علينا أن نكون كذلك. ولكي نكون كذلك سادتي، يجب علينا أن نعد جيلاً مستقبلياً للإجماع. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في 3 آيات يرسم مستقبلنا، ويقول سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، كل الأرض بما فيها وبمن فيها، يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول في آية أخرى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ولقد أبكتني أليما عذابا أليما. فالواجب هو أن ننفر، هو نفور جماعي، وإذا لم ننفر فإن العذاب سيكون أليما. ويستبدل قوما غيركم، ولا ثم بعد ذلك ولا تضره شيئا، والله على كل شيء قدير. وفي آية أخرى يقول سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فبأيدينا أو بأيدي غيرنا، أردنا أم لم نرد، المستقبل لهذا الدين، فلنحرص على أن يكون بأيدينا أيها المسلمون. أخيراً، وهو الشعاع الأخير، شعاع السلم. شعاع السلم يتشكل الجيل المرتقب في رحم هذا الحاضر واليوم، ويتخلق في كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي اليوم، وتصاغ ملامحه داخل كل قلب من قلوب المؤمنين، وعند كل حركة وسكنة وخاطرة وفكرة تصدر من كل واحد منا بلا استثناء. ومن ثم وتحقيقاً لمعنى آية عظيمة جداً، وهي قوله سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً. تحقيقاً لهذا المعنى، أقول أيها الإخوة الكرام، على لسان جيل الإجماع، إلى كل عالم ومفكر، إلى كل طالب علم ومعلم،
إلى كل إعلامي وصحفي، إلى كل سياسي وإداري، إلى كل تاجر وصاحب صنعة، إلى كل رجل وامرأة، أقول اعلموا أنني باسم هذا الجيل، اعلموا أنني حين تنالوني فتوى تكفير واحدة، وحين تخترقني رصاصة واحدة، وحين يهزني خبر إعلامي كاذب واحد، وحين أتشكل في مقاعد الدراسة ببرامج غربية وشرقية لا ريح فيها للإيمان ولا روح، وحين أغذى بالحرام وبالربا، وحين تسود ثقافة الانتقام فيما بينكم، وحين تقهر روح الانتماء والحمية روح الأمة والأخوة في الله، حينها أنسى ألف درس قرأته عن الإجماع، وأشك في ألف كتاب طالعته عن الاجتماع، وأصم أمام كل خطبة تتشدق بوصف الإجماع والاجتماع. سادتي، الأمر الإلهي إذن واضح، حتى يتحقق جيل الإجماع في المستقبل هو أن نتمثل قوله سبحانه وتعالى: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Profesör Doktor Muhammed Musa Babaanni Cezayirli Beyefendi'ye. Cezayir. Neşkuru cezile şükür ala hadihi el kelime. Nakhtasilu kelamahu bi bid'i cümel. Hunaka alafu'l atfal ve'l yetama alladhina fihim yeskubuna'd dumu'. El yevm yujad آلاف الشباب في الخدمة الذين يذهبون من أجل مسح دموع الأطفال. هذا الأمر لم يكن قبل 10 سنوات، ولم يكن كذلك قبل 15 سنة. هذا الأمر موجود اليوم، والحمد لله تركيا حتى كدولة تمد يد العون لأولئك الذين يبكون. المهم أن نتخذ التدابير اللازمة ويصبح الإجماع مؤسسة تقوم بخدماتها. نقل عن الشاعر محمد عاكف، نقل شعره في نشيد الاستقلال، ونقل الأبيات الشعرية العديدة في هذا السياق. وفي الخطبة الشامية لبديع الزين السعيد النورسي قال أن الشام وغير الشام ستتخلص من الطغاة في خطبته الشامية، وقال الشام ستتخلص، وإن شاء الله ستتخلص. وبالتالي سيدنا بديع الزمان لفت الأنظار إلى عدد من الأمور: الثقة بالله، إخراج اليأس من القلب، لأن المؤمن لا ييأس، ويحارب المكاره والسيئات أن تكون مع الحسنات. وفي الآية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ادعموا بعضكم البعض، حاولوا أن تكونوا مع بعضكم في البر والخيرات والحسنات، فالمؤمن يكون مع البر والخير، وأينما كان الإثم والعدوان والظلم يكون ضد هذا.
تحدث عن الشورى، تحدث عن المحبة، ونحن عملنا مع الحب، نحن لسنا مع الكراهية والبغض. الإجماع إذا طبق يكون له معنى، إذا قلناه حديثا لهذا السبب الإجماع يجب أن يطبق وينفذ على الأرض واقعا. المهم أن نناقش القضايا الأمة الإسلامية ونوصلها بالنتيجة المرجوة. تحدث عن الشيخ فتح الله العلي واعتبره وليا مجندا وخاصة الكتابات التي كتبها. تحدث عن الإيمان المؤثر، هذا ما يؤكد عليه الشيخ جولان. وأيضا دعا الجميع إلى العلم، تحدث عن بعض الإشكاليات الأخرى. استشهد ببعض الآيات وما أرسلناك إلا رحمة، ليس فقط للجزيرة العربية وإنما للعالمين أجمع. إنه نبي الإنس والجن أيضا، نعرف هذا الأمر. العالم الإسلامي اليوم يربي جيلا جديدا، والختام يجب أن يقال كلمة للجميع. إذا ربيتني على المحرمات، على الربا، على الخمرة، على المسكرات، كيف سأكون مع الإجماع؟ سيتي ميديك داليلي. نحن يجب أن الجلسة الأخيرة وختاما ربما أود الحديث عن نقطتين اثنتين. نعم، عندما يقال الإجماع يتحدث دائما عن فترة الخلفاء الراشدين، هذا ما يقوله الجميع. وبعدها في عصور لاحقة العالم الإسلامي توسع وأصبح محدودا أن يجتمع الفقهاء في مكان واحد، المجتهدون في مكان واحد ليتحدثوا في موضوع ومسألة محددة. والحمد لله نشاهد اليوم الآن نحن نشاهد من 81 دولة علماء ويستمرون بشكل كبير خلال هذين اليومين. نحن نتمنى أن تستمر هذه الأمور وتتوسع هذه القضايا وتكون هناك مأسسة لهذه الأمور ويتم الشورى في هذه القضايا. إن الله سبحانه وتعالى نأمل أن يختم اجتماعاتنا بالخير، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.